بدعوة من مكتب مؤسسة خريجي الأزهر فرع تراغن، تم عقد اجتماع تنسيقي تحضيري في قاعة الاجتماعات في المجلس البلدي تراغن. الاجتماع يسبق انطلاق الحملة التوعوية التي يعتزم مكتب المؤسسة تنفيذها داخل المؤسسات التعليمية التابعة لمكتب الخدمات التعليمية. وحضر الاجتماع مدير مكتب الخدمات التعليمية والعضو المكلف بملف التعليم في المجلس البلدي وعدد من المعلمات المشاركات في الحملة والوعاظ وعدد من خريجي الأزهر. هذا الاجتماع طبعا استعدادا لانطلاق القافلة الوعظية الإرشادية والتي تبدأ إن شاء الله في الأسبوع المقبل في المؤسسات التعليمية للتوضيح للطلاب والاستعداد للامتحانات وتوضيح الظواهر الهدامة والسلبية في المجتمع. فالحقيقة مطلوب من جميع المؤسسات التعليمية التكاتف والحضور لإثراء ونقاش هذه المحاور في المؤسسات التعليمية. الاجتماع يهدف إلى وضع جدول زمني وبرنامج تفصيلي لآلية تنفيذ حملة توعوية دينية تثقيفية تساهم في تحصين طلبة المدارس ضد الظواهر الهدامة والتشدد الديني وإرشادهم إلى أفضل السبل لمستوى متفوق من التحصيل العلمي والاختيار التخصصي. الخطة المبدئية للحملة وضعت على أساس علمي ديني يشمل من خلال عدد من المحاضرات والندوات كافة المؤسسات التعليمية على مستوى بلدية تراغن.